كنا وصلنا يا مولاي لعلي بابا جوه قصر أخوه لما أخدوا الغضب ورفع سلاحه على صلعان ساعة ما رفض يخرج إلا بإذن من شومان وهم فعلا بقتله. ده زي ما يكون عايز يقع ويضيع كل شيء. طب ليه؟ ده سؤال مولاي لسه ما جاوبش عليه. أنا اللي هجاوب عليه؟ هم في الأول غدروه قاسم ومراته وباعوه، بس المرة دي ما هوش لوحده، ما السلطان عليش ومستقبل كل الناس. انت مش قلت يا شهرزاد ان حداية بيحاول يجمع الناس عشان يتحركوا يعملوا شيء؟ حصل يا ملك البلاد. يعني في امل يا شهرزاد؟ ده بشرط يكون في عمار بينه وبين الناس. يا سلام، واللي عمله عشانهم مش كفاية؟ مش كفاية انه يغير علشانهم، كان لازم يشركهم مش يسيبهم واقفين للفرجة وبس. طب لو فرضنا انه راح لهم في الخان؟ مولاي من غير فرض، خلينا نكمل احسن ونشوف من بطن الحدوتة الرد. خد عسكرك واخرج قدام يا صلعان، الكل هيكون بره في استقبال السلطان، وانا ليا كلام بعدين ويا شومان. انا ما اقدرش اتحرك الا باذن المقدم شومان، ولو طارت فيها رقبتي يبقى اطير. لا لا يا علي يا اخويا، فرحتنا بيك وبخطبة ياسمينة وغانم مش عايزينها تبقى غم ودم. لا يا علي، اللي بيحصل طاير صوابي. أنا فاتحة للجميع بابي، حتى رئيس الشرطة شومان ورجالته، وإن كان هدفهم حمايتك وحماية مولاي السلطان فده شيء مهم، يبقى خليهم في القاعة. أهلا وسهلا بيهم. أنا قلت الحماية والحرس برة، الكلام ده يتنفذ. مولاي السلطان، أهلا يا مولاي. هوانم يا مولاي، مرات أخويا دي اللي هتبقى حماد بنتك ياسمينة، لو كانوا لسه ناويين على نسبك يا علي بابا مش على شيء تاني. أهلا أهلا يا مولاي. واسم أخويا يا مولاي. عارفه، على الله بس نخرج من هنا على خير وما يأكلناش الطير. أهلا يا ياسم. خدامك يا مولاي، وصاحب السعد اللي اتكتب له تبارك بيته وتشرفه. اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا، نورت القصر يا مولاي، وبقدومك هتنور ايام ياسمينة وغانم. علي بابا قال لي ان حضوري مفيد ومهم. مولاي في وجوده الخير كله. قلت لنفسي خلاص يا عليش، لو تفيد في لم جرح أو تلجيم شر في نفس راجل كان أو ست هتستنى ليه؟ لكن برضو رجعت قلت تعمل إيه يا عليش لو خيرك ده قلب بشر؟ أنا شامم ريحة بخور جاوي. يضايق مولاي الجاوي؟ ممكن نستبدله بالمسك والعنبر. جاوي ومسك وعنبر؟ ده يعملوا مخدر. وإيه اللي لم هنا العسكر؟ لحماية مولاي السلطان. عفواً يا مولاي، المفروض يكونوا برا القصر. شومان، بعد إذن مولاي وإذن عم ابني يفضل العسكر جوه القصر ضيوفي زي الكل. زيدوا البخور يا خدم. اجري انت شوف ياسمين على ما اشوف علي وشومان. هلا ياسمين فين دلوقتي؟ ايه
بيحصل يا علي؟ انا مش شايف ولا قادر اطلب طول يا مولاي. اسف اسف. السلطان يا شمال مش عارف دايرة دايخ والدنيا بتلف بيه. تعالى لازم نخرج من هنا، البخور ده مسموم. يلا عبد الرحمن اسف 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 كان امي بلاش تنجدني انا، انجد بعيش بلاش عليش يموت على ايدك. ذنبه في رقبتي هي هي السبب يا علي. انا بقيت وراها امناع دلدول، هي اللي بتنفذ وتقول عشان بقيت انا بلاش عليش. هيعيش وانت كمان هتعيش، بس لازم يكمل رتبت له هوانم. خلاص خرجوا من هنا. اسف. رايح فين يا خالد؟ هتعمل ايه؟ هو اللي قالني ابعد عني، ده مش وقت شفقه ولا احسان يا اسف. خلصوا على رجاله شومان، بلح بلغ شر شومان هرب مع حداي. يا رب حرمية الملاعين وعصابة الأربعين قتلوا جوه السلطان وقتلوا علي بابا معاه وزيره المسكين. هيا كبيرة يا عطون اكملها فيها يا مجنون. كله على بيته ويقفل بابه عليه او اللي حصل انا قلت لكم عليه. كده كمل الملعون. حمام لسه قايل ايه؟ الامر لسه مظهرش لغايه دلوقتي. ما قلنا لهم عادي يا ياسمينه، ده ما ظهرش مش هتعرف تجيبه، روح شوف لك حاجه تانية. طب استني وهتشوفي. رايحه فين؟ هنزل وقت الجدع واش اللي فيها جن، هطلب منهم يساعدوني نجيب النجمه اللي فوق دي. مش مصدقك. هتشوفي. استنى خدني معاك. تعالي. يلا نمشي. ماهي كانت هنا بتنام. واكيد كان الجن بيجي من الشباك قدامها. انا مش عايزه نوصل للدين معاهم القمر. ياسمينة ابو خدايا تعالي يا دنايا، انت في خطر. خطر؟ مين اللي في خطر؟ لو كنت بتحبي ياسمينة يا غانم ساعدنا نمشي من هنا بسرعه. ياسمينة الست دي بتقول ايه؟ انا قلت خايفه من الاول. يلا يما يلا بتعملي ايه هنا معاها يا ياسمينة؟ ولا اقول لك تعالى مشيلك. يلا على جوه، خش على جوه اعمل لك ايه انت هو؟ اتحرك من جوه. اللي بيحصل ده هما بسرعة، لازم نوصل للكلب شمال واللي اسمه حداية، لو فلتوا هيبقى خطر. ايش انت فرمل على وشي؟ ابويا تلو مات. اسكتي انا فرتك. يا دماء يا بنتي مش وقت مش وقت يا امي. تعالي يا سيدي. رايح بيها على فين؟ اما بص عليهم تاني يمكن فيهم الروح. هو بينهم خلقهم بالدخان. ما
مين اللي قتلوك يا عمي؟ قولي كمان يا دمدم، ايه اخبار الممالك والانصار؟ عايزين نحبك الامور قبل ما ننفذ فرمانات مسكوك على الارض. عندك اخبار عن مملكه عليش؟ عليش يا مولاي خلاص هبا، مفيش. مفيش؟ ايه قتلتوه؟ لا انا قلت بس تشيلوه علشان انا لسه محتاج له هو وعلي بابا. من غير قتل يا مولاي حسب اوامرك. لحظات يا مولاي وكل شيء يتم وفي ايدين اعواننا يكون. عظيم. قول لي كمان يا دمدم، الانسيه اللي احنا اخترناها دي متاكد منها؟ هوانم يا مولاي دي هبة. دي كان لازم تكون معانا من الاول، دي كانها جنيه بنت جن بتعرف ترتب وتفن، خطت ورسمت وتحت عينيها دلوقتي يا مولاي هيتم التنفيذ وبشكل لذيذ يسعد قلبك. الواحد في المواقف اللي زي دي لازم يتصرف. بس كانت حتة حكة. شومان شومان يا خرابي، شومان 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 فهمت يا خرابي؟ شومان شومان تعالى يا اخويا سلامتك يا شومان. شومان انا حذرتكم من الاول. سلامتك يا راجل، الأندال ولاد الكلب غدروا بيك يا شومان. شومان شومان الرجالة اتذبحوا زي الفراخ يا ولده من غير ثمن. تفضلي في الكوخ ياما، ما تطلعيش منه غير لما ارجع لك. وانت رايح فين يا حدايه؟ واخد البنت معاك فين؟ اطمني ياما ما تقلقيش. ما تسيبها معايا بدل البهدله. ياما مش هطمن عليها غير وهي معايا، افرضي عرفوا طريقها وصلوا لها. خدي خلي بالك بس من نفسك. يلا يا ياسمين. خلي بالك من نفسك يا حدايه، خلي بالك من ياسمينة. ربنا معك يا ابني. الله يرحمك يا علي. يعني حداد دلوقتي في طريقه لينا؟ انت فاتح الباب؟ لا قفلته، خفت لا يكونوا وراك. ما يلحقوش، افتح له الباب. ماشي. دنف ولع نار، الجرح كده شكله هيتسمم. الف بعد الشر عليك يا شمال، النار ولعه اهي. صلعان خد خنجر وحميه وتعالى كوي للجرح ان كنت تقدر. احمي الخنجر واكويك. يا نهار الله يا نهار الله، الف نهار الله. حدايا وصل، حدايا حدايا وصل. يا شومان ازيك عامل ايه دلوقتي؟ تعبان تعبان قوي قوي. ايه ده؟ ايه البت دي؟ دي ياسمينة بنت علي بابا. اقفل باب المغارة علينا. ماشي. يا الجرح ده لازم يتكوي بسرعة. الجرح المرة دي غويت حداية. ماله دواء ولا حل. ضيعت رجالتك لإيدك يا شومان في حسبة غلط خسرانة. وعاك تقولها. الحسبة ما كانتش خسرانة ولا كانت غلط. حتى لو كان علي مات والرجالة ورجعت الكلاب تسود فيها. لسه عندك أمل يا حداية. لا حرامية نضاف نفعنا ولا عسكر أشراف. إيه اللي مطلوب إنك تكونه في الدنيا دي؟ قاسم؟ عتيق؟ شر الطريق؟ إنك تكون أنت وما تتغيرش مهما الزمان دار، وبرغم كل اللي حصل لسه برضه فيه أمل يا شومان. أهو ده حداية بجد، وبقول قدامنا بداية. بداية على دنف.
تعالي امسك دراعه عدنا. لا يا ربي هتلسعه قدامي، ما اقدرش ما اقدرش. طول عمرك عاطف يا دنف. هتكو شومان يا نهار له، لا قلبي ضعيف. قويه يا جني قويه، لسه قدامنا مشوار طويل وصعب. يا اهالي المدينه، ننعي لكم اليوم وسبحان الحي القيوم خبر مقتل سلطاننا المحبوب عليش وزيره علي بابا اللي زيه مفيش، اللي قتلوهم عصابة الاربعين وفروا بعد ما حضر الوزير عتيق والمقدم شر الطريق. فسبحان الحي الديان من له البقاء والدوام. مش هم اللي قتلوه يا بلاد الندامة، مش هم اللي قتلوه يا بلاد الندامة، مش هم اللي قتلوه يا بلاد الندامة. بس بس يا حطبة خلاص فوق يا ابن الناس، الحال دلوقتي غير الحال. كل شيء كان اتعدل دلوقتي مال، وبكره ما حد عارف شكله ايه. الله، امال هيجيبوا مين سلطان؟